لفرنسا بانك تاريخ طويل بتمويل الاقتصاد اللبناني بيعود إلى أكثر من 90 سنة. مع التحول البيئي عالمياً قرر فرنسا بانك يقدم جزء بيئي على كل قرض ممكن يقدمه، ويقترح على العميل تبعه تحسين بمناخ عمله وبالتالي بمناخ البلد اللي هو عايش فيه. اسمي زيادة عصام زعني، أحد شركاء بشركة زعني ستيل للصناعة والتجارة. نحن شركة بنختص بصناعة الحديد وتجارة الحديد. نحن عملونا دراسة للإنرجي أودت لنشوف قدي عنا استهلاك كهرباء، بيّن معنا أنه في عنا شوية خلل باستهلاك الطاقة فينا نوفره بمبالغ بسيطة بمحلات معينة. وشغلات الأساسية فينا نحط طاقة شمسية على سطح المعمل تبعنا بقوة 850 كيلوات بيك أور، اللي هي بتقدر توفرنا بالمستقبل بحدود 65% من استهلاك الطاقة اللي نحن عنا إياه، لأن احنا هي بتعود علينا بالمردود المالي وللطبيعة كمان. بكون نحن موفر CO2 emission، لأن احنا أول شيء بلدنا صغير ولادي هوني، فنحن بهمنا يكون الانفيرمنت اللي نحن عايشين فيه سستينبل، نقدر نكون عايشين فيه للمستقبل. نتشكر فرنسا بانك على الانرجي اوديت اللي قدمونا اياها. بطلت علاقتنا مع فرنسا بانك كعميل وبنك، صارت شراكه، قدموا لنا الخدمات كلها برعايه الاي اف سي، ونحن بنتشكرهم على المجهود. فارتقينا أن الاي اف سي هو الشريك المناسب يلي ممكن يزودنا بهالخبرات، ودربنا سوا فريق متكامل من ضمن مصرفنا يلي اكتسب الخبرة الكافية ليقدر يتعاطى مع العملاء تبعولنا ويحول لهم هالخبرة هيدي اللي اكتسبناها نحن. مع الخبرة اللي اكتسبها فرنسا بانك وطورها خلال السنين الماضية، قدر مصرفنا بنجاح يساعد عملائه لإطلاق مشاريع صديقة للبيئة ومشاريع لتخفيف استهلاك الطاقة، إن كان بالقطاع الصناعي أو الزراعي أو لتشييد المباني الخضراء والمباني اللي فيها طاقة مستدامة أو حتى الجامعات والمستشفيات. اشتغلنا كمان على مشاريع لمحطات غاز وبنزين رئيسية بلبنان، وقدمنا لهم Energy Audit، ووقعنا مع إحدى الشركات مذكرة تفاهم خلال منتدى بيروت للطاقة سنة 2015. اليوم صار تمويل المشاريع الصديقة للبيئة جزء أساسي من سياسة فرنسا بانك للتسليف. أنا اسمي بشير بساتني، أنا رئيس مجلس إدارة شركة تيبكو. المين بزنس تبعنا هو التريدينج ان اويل بتروليوم برودكتس. احنا دائما يعني جزء من الكوربريت سوشيال بروجرام تبعنا للشركه انه بدنا نرجع نعطي للكوميونتي تبعنا. احنا هذا الكامبين بلشنا فيه من شي 3 4 سنين، اللي هو كان نفكر لبعيد وحبينا كل شيء بنعمله يكون ايكو فريندلي وكوميونتي فريندلي وسوشيال فريندلي. فدائما كنا عم نلحق التكنولوجي نشوف شو فينا نعمل وشو هو كيف تطورت الاندستري تبعنا لنكون اكثر شيء سيف للانفايرمنت وللكوميونتي اللي احنا عايشين فيها، وحبينا نكون اول ناس نطبقها بلبنان. وان شاء الله من هيدا المشروع بدنا نكبر ونعمل غير محطات على نفس الفكره. فرنسا بانك هو من اكبر البانكرز تبعولنا، وعنا علاقه طيبه كثير احنا وياهم، واحنا طلعنا بالفكره وهن ساعدونا فيها. هن طلع عندهم كمان هالانيشيتيف انه يحبوا يعملوا كمان بارت اوف ذير سي اس ار بروجرام، واجوا ركبوا الفكرتين على بعض ومشينا فيها. ساعدونا هن بالافكار وبالفاينانسينج، واحنا كان عنا التكنولوجي وطريقه التطبيق. احنا بفرنسا بانك من 5 سنين اطلقنا شعار خلي قلبك على الارض وفاتورتك بالارض، وهيدا الشعار كان موجه نحو الافراد بلبنان ونحو المؤسسات كمان، خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بما معنى اذا اللبناني كانت قلبه على ارضه، كان قلبه على ارضه، كمان فاتورته بتصغر، يلي هي فاتورة الطاقة، فاتورة الكهرباء وهي الاشياء كلها. نحن مننصح المستهلك اللبناني والشركات اللبنانية
إنه نحط إيدنا بإيد بعض حتى نوفر طاقة على بلدنا، نوفر تلوث على بلدنا، ونتجه نحو الطاقة البديلة والطاقة المستدامة. آخر شيء أطلقنا شعار توجهنا فيه لزبايننا وللمجتمع اللبناني عموماً، إنه إذا تدينتوا قروض مشان الطاقة البديلة بتوفروا كتير. والشعار كان نتفت استدانة بتأدي لكتير من الاستدامة يلي هي sustainability. نحن بفرنسا بانك حريصين إنه نساعد المؤسسات الصغيرة والوسط، ومنتباها إنه نعمل هيدا شيء بالقوة اللي منعملها. عنا عدد فروع كافي إنه يطال كل المناطق اللبنانية، ومنقدر نقدم لهم الخدمات المصرفية اللي معقول يفكروا فيها. منحاول إنه نكون عم ندخل بقلبه الإشي اللي هن بيقدروا يستفيدوا منه، على أساس الإشي اللي بيستفيدوا منه أكتر شيء عم نفكر بالوقت الحالي بالطريقة اللي بيقدروا يوفروا فيها بالطاقة وباستهلاك الكهرباء للمؤسسات الماشية عنه. وقت اللي نحكي بالقطاع الصناعي مثلاً، القطاع الصناعي بيقدر يتضمن مكانات جديدة اللي هي أصلاً تبقى جاية معمولة من منشأة بتوفر للكهرباء والطاقة، أو منحاول نساعدهم إنه إذا قدروا استبدلوا المكانات الموجودة بين إيديهم إني بيقدروا يساعدون مش بس على توفير الطاقة، على زيادة الإنتاج وسهولة بالإنتاج وتحسين الإنتاج اللي هني عندهم، وبالتالي بيأمن لهم مدخول زيادة. أنا جورج الصقر، نزرع بمدينة زحلة بسهل زحلة، وجينا على منطقة الدير الأحمر من حوالي 20 سنة، ولأن الأرض هون خصبة وبعدها بكر وإنتاج البطاطا بيطلع فيها مميز. نحن بالوقت نفسه مزارعين ومصدرين للإنتاج الزراعي للدول العربية. حقيقة هي هاي المنطقة هون دير الأحمر الماء فيها غميقة على 400 متر، يعني مكلفة جدا. كنا صارنا 15 سنة أو 20 سنة نعاني من مصروف المازوت اللي هو عم يتقدر بنص الكلفة للإنتاج. صرنا عم ندور إنه على شيء فينا نخفف الكلفة لفينا نستمر بالزراعة لنقدر ننافس بغير أسواق. إجا المهندس عرض علينا فكرة السيستم سولير، أقدمنا على المشروع وبلشنا فيه من جيبتنا، يعني من رسمالنا الخاص، ورجعنا انتقلنا بمرحلة تانية لفرنسا بانك. عرفنا أنه عم يعطوا رودات مدعومة، لأنه نحن والبنك علاقة تاريخية كمان من أيام جدة. فرنسا بانك بس يساعد المزارع كأنه عم بيساعد لبنان كله. واليوم فرنسا بنك بيمد يد التعاون لأي شخص بيحب يمول مشروعه ويكون له جزء بيئي، بيساهم إلى تحسين بيئة بلده وتحسين بيئة عمله. لفرنسا بنك دوره بنشر ثقافة الوعي وتنمية الضمير الفردي والجماعي وتغيير العقليات لتأسيس لوعي جديد هدفه الرقي بالإنسان. ومثل ما بتعرفوا شعارنا بفرنسا بنك هو الغد يبدأ الآن.